الأخبار من الراي. وسط حضور لافت افتتحت شركة طيف الإمارات فرعها الأول في الكويت بمجمع الجيت مول ليكون الفرع 36 على مستوى المجموعة. وأكد مسؤول الشركة في الكويت هيثم عبد الباقي إن افتتاح فرع الكويت جاء بناء على رغبة الزبائن الكويتيين، وقد تم افتتاح الفرع الجديد برعاية الشيخ دعيج الخليفة وحضور العديد من عملاء الشركة في الكويت. شركة عندنا 35 فرع في الإمارات ومحل واحد بالبحرين، وعندنا فرع 36 الحين بالكويت. نحن كنا نجي على أرض المعارض على الكويت تقريبا من سنتين، محل الأول بالكويت بالجيت مول، وإن شاء الله حيكون في عنا توسع أكثر مش بس بالكويت، بالخليج كمان. كشركة إماراتية بامتياز عندنا يعني مجموعة عطور مميزة، الورود والزنبق والياسمين والجردينيا، فل، مسك، عنبر. وأهل الكويت ذوقين، بشجعونا نضلنا نتميز ونضلنا نقدم الأفضل. أنا أحب أهني مجموعة طيف الإمارات على افتتاح أول محل لهم في الكويت، شرفونا بأن هم كانوا معنا في الجيت مول. اهتمامنا بطيف الإمارات كان لأنه من الرواد في مجال العطور في الإمارات، ما شاء الله عنده 35 فرع، وكنا من المهتمين أنه يتواجد معنا في الجيت مول كأول تواجد له في الكويت. ما شاء الله مجموعة العطور والمنتجات اللي بيقدمها متميزة وجديدة في السوق الكويتي، وبالفعل ليه أوريدي زوار وله متسوقين زولاء من دولة الكويت، وهو مش غريب على أهل الكويت. فتمنياتنا ليهم التوفيق والنجاح في افتتاحه وإلى الأعلى إن شاء الله. يقولك بداية الغيث قطرة وبداية الحب نظرة، فبداية الغيث عطر جميل من طيب الإمارات في وجود أخوي أحمد رئيس مجلس الإدارة، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية في هذا الافتتاح الجميل لطيف الإمارات. وإن شاء الله هذا الأطر وطراته موجودة في كل بيت كويتي وكل محب لأهل الإمارات، أزوتنا وقدوتنا واللي نحبهم وايد. فافتتاحهم اليوم وتشرفنا وتعنانا لهم، لأن طيف الإمارات صراحة ترك أكثر من 35 فرع في الإمارات وفرع في البحرين، والحين إن شاء الله فرع بالكويت وفرع ثاني في أحد المجمعات قريبا. وإن شاء الله نقول لكم مرحبا الساعة في بلدكم الأولى الكويت إن شاء الله. سعيدة جدا تواجد اليوم في المعرض الأول لطيف الإمارات، جاي نهنئهم بمناسبة افتتاح المعرض الأول في دولة الكويت، والمعرض 35 ما شاء الله في دولة الإمارات. تميزوا صراحة معرض طيف الإمارات بوجود عطر مميز لقائد الإنسانية الشيخ صباح، أسعدنا جدا ووجود عطر للشيخ زايد طيب الله ثراه، عطوراتهم مميزة خليجية رائعة. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وانتشار على جميع محافظات الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم احنا في محل العطورات مال طيف الامارات، فعلا يعني الحضور كان تبارك الرحمن، تواجد الكثير من الشخصيات اللي موجوده وعلى راسهم الشيخ دعيج. هذا افتتاح الاول، ان شاء الله يكون افتتاحات ثانيه لهذا المحل، فعلا كل شيء موجود من البخور والعطورات تبارك الرحمن. الله يوفق طيف الامارات ووفق محلهم، وان شاء الله افتتاحات جايه. يعطيكم العافيه على تواجدكم بايفنت طيف الامارات اليوم بالجيت مول. احنا وايد سعيدين ان من الامارات جو الكويت، واخيرا كنا ننطرهم نطره بارض المعارض عشان نشتري عطورهم وبخورهم. ابارك لشركه طيف الامارات لافتتاحهم الفرع الاول في ذا جيت مول، ان شاء الله موفقين ان شاء الله. ومنها للعلى